درس النهارده عن النيجاسيون لا نيجاسيون. يعني النفي ازاي ننفي الجمله يعني انا لو عندي جمله بتقول مثلا انا اكل تفاحه ازاي عايزين نقول العكس انا لا اكل التفاحه تعالوا نشوف كده هنعمل ايه في الجمله عشان نخليها في النجاسيون اول حاجه هنعملها بندور على الفرب في الجمله كل فراز لازم يكون في فرب في في الفراز بتاعتها طيب الverb بنطلعه وبنبتدي نحط قبل منه نو وبعد منه با بالشكل اللي قدامنا كده بالظبط يبقى الverb بيبقى في النص بين النو والبا تعالوا نشوف example مثال جو mange la بوم انا اكل التفاحه فين هنا الverb؟ الverb يعني مانج ياكل هنعمل ايه فيها تعالوا نشوف كده هنعمل فيها ايه هتبقى بالظبط كده جو نو مونج pas la بوم انا لا اكل التفاحه اذا حطيت قبل مونج نو وبعد مونج با طيب اكزامبل تاني سي la tante دو هدى هذه تكون عمه هدى فين هنا verb هنا الفيرب الأستي اللي هي فرب اتر تمام تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه بصوا بقى السي ايبوستروف الاولانيه دي اللي هي قبل الأستي دي اصلها كانت سو هترجع لاصلها طب سو يعني هذا ليه شلنا الا وحطيناها سي ايبوستروف فوق عشان طبعا حرف الفويال اول ما بنشوفه ما بينفعش نحط ايه جنبها حرف فويال او اتنين حرف حروف فويل جنب بعض فبنروح بنشيل ال ونحط بدلها ابوسروف ابوستروف دي معناها كانها علامه من فوق كده بتقول لنا ايه ان كان في هنا حرف وطار ما بقاش موجود طيب السي ابوسروف هترجع لاصلها سو ليه علشان بعد كده هيجي بعدها ان ابوسروف اللي هي اصلها برضو كان بس بقت ان ابوستروف عشان جه بعدها الاو اس تي ودي بتبتدي بحرف من حروف الفويال الاو فمش هينفع نحط نو يعني مش هينفع نحط اتنين حروف جنب بعض فويال فبتبقى ان ابوستروف وبعد كده الاو وبعد كده بنحط با بعدها عشان احنا بنحط با بعد الفيرب وبنكمل بقيه الجمله عادي جدا لا تونت دو تبقى سو ني با لا تونت دو دي مش عامه هدى طيب تعالوا نشوف اكزامبل كمان نوزالو او كلوب نحن نذهب الى النادي فين هنا الفرب الو verb ألي يذهب تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه هتبقى بالطريقه دي بالظبط نو نالون با او عملنا ايه هنا خدنا الفرب اللي هو الو حطينا قبله ان ابوسروف وبعدو با الله طب احنا ليه هنا حطينا ان ابوستروف احنا قلنا ان ألون بتبتدي بحرف من حروف الفويال واي فيرب بيبتدي بحرف من حروف الفويال ما بنحطش ن بتبقى ان ابوستروف عشان ما ينفعش اتنين حروف فويال يجوا جنب بعض يبقى هتبقى ان ابوستروف الون بصوا بقى في ريمارك مهمه جدا جدا لو جت في الجمله حاجه بتدل على الكميه او العدد زي أن ان دي دو ال دي اول ما بشوفهم في الجمله بيتحولوا لدو او دي ابوستروف بس مع كل الفربات ما عدا فرب اتر تعالوا نشوف اكزامبل جي اون جام انا امتلك استيكة فين هنا اون ديت اللي هي جت في النص تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه هنقول كده بالظبط جو ني با دو الله انا عملت ايه هنا اول حاجه بدور عليها الفرب اللي هي الا اي حطيت قبلها ان أبصرف عشان طبعا دي بتبتدي بحرف فويال وبعد كده با بعد من بعد الفرب على طول حطيت با لكن جيت عند ان يعني ايه ان يعني واحده دي حاجه ليها علاقه بالعدد اتحولت لدو مش هحط ان هحط دو لان ما ينفعش اعد حاجة انا بنفيها اصلا يبقى الان اتحولت لدو اصبحت الجملة n'ai با انا لا امتلك استيكا جنة با دو جم وادي اكزامبل كمان vous avez des crayons انتم عندكم اقلام قلم رصاص يعني كريون جمع قلم اللي هو قلم رصاص دي كريان. هنا عندنا دي اللي هي بتبين ان في عدد كبير للكريون يعني عدد تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه هتبقى بالشكل ده بالظبط فو نافي با دو كريون الفو هتنزل زي ما هي الفرب اللي هو افي حطينا قبله ان أبصرف طبعا عشان هو بيبتدي بحرف من حروف الفويال ا وبعد الفرب حطينا با ودي اللي هي دي اس اللي هي بتعبر عن الكميه الكبيره حطينا بدلها دو وكريون نزلت زي ما هي اصبحت فو نافي با دو كريون وده اكزامبل تاني جو bois دو لو انا اشرب بعض من الماء او انا شربت شويه ميه دي بالمعنى الايه الحرفي بتاعها هنا عندي كلمة دو ال اللي جد قبل كلمة او او اللي هي ا او معناها مية دو ال بصرف معناها شوية مية بصوا هتبقى عاملة ازاي جو نبوا با دو الله انا عملت ايه هنا حطيت الجو نزلت زي ما هي ده الفاعل السوجي الضمير الفاعل برانوم برسونال سوجي بوا اللي هو الفرب حطيت قبل ونو وحطيت بعده با جيت عند د ال شيلتها شلتها خالص وحطيت بدلها دي ابوستروف ليه حطيت دي ابوستروف عشان الاو بتبتدي بحرف فويال اللي هو الاو وما ينفعش احط دو اللي هي اخرها او ويبقوا اتنين فويال جنب بعض فهنشيل الاو هتبقى دي ابوستروف تعالوا نشوف اكزامبل تاني جو سوي انا اكون تلميذ ركزوا هنا معايا كده هنا في فرب أتر جو سوي فرب أتر احنا قلنا ان ال ا وال والدولا وال و لا بيتغيروا مع كل الفربات ما عدا فرب أتر اذا هنا مش هتتغير هنا مش هتتغير هتبقى ازاي هتبقى جو نو سوي با ان جو نو سوي ما غيرناش فيها اي حاجه حطينا النو بس قبل الفرب والبا بعد الفرب تعالوا نشوف اكزامبل تاني il y a un livre sur la table il y a يعني يوجد يوجد كتاب فوق الترابيزه كلمه il y a دي كلها على بعضها يعني يوجد لما بنيجي نحطها في النيجاتيف بتتغير كلها على بعضها بتبقى عاملة ازاي كلمة إليا كلها على بعضها كده بتبقى إلنيابا يبقى, يبقى حطينا الأن أبوستروف والبا حوالين الفرب اللي هو الا اللي هو فرب أفوار الإجراج دي عبارة عن برانو بس لازق في الفرب لازم يجي مع الفرب على طول فاحنا مش بنفصلهم عن بعض احنا بنحط النو بحواليهم وطبعا الان هتتحول لدو. ونكمل بقيه الجمله عادي زي ما هي هتبقى il n'y a pas de sur la table ما فيش كتب فوق الترابيزه ده اكزامبل كمان تو écoute la radio. انت بتسمع الراديو هنا مش هنلاقي في الفراز ولا دو ولا دو ولا دي ولا ان ولا اون ولا ولا دو وعشان كده مش هنعمل فيها اي تغيير كل اللي هنعمله ان احنا نحط نو قبل الفرب وبعد بعد الفرب وطبعا الفرب هنا بيبتدي ب يعني حرف من حروف الفويال فهتبقى بدل نو هتبقى ان ابوستروف هتبقى بالطريقه دي نكوت pas la radio تو نكوت pas la radio ودي إكزامبل كمان les enfants الأطفال فان لور exercice بيعملوا الإكزرسيس بتاعهم إكزرسيس يعني تدريبات بيحلوا التدريبات بتاعتهم فين هنا الباب فان ده الباب فار هتبقى بالطريقه دي بالظبط les enfants ne font pas leur exercice Les enfants ne font pas leurs exercices leur exercice هنا عملنا إيه؟ هنا الـ verb اللي هو فان verb faire حطينا قبله ن وبعده باء ومفيش أي حاجة في الجملة مميزة بتتغير تمام طيب تعالوا نشوف الاكزامبل example ده كمان نادر مانج du poisson نادر بياكل سمك طبعا هنا جو يعني بمعنى شوية سمك بعض سمك كمية سمك طبعا احنا عشان نعمل الفرب في النفي في, في النجاتيف ما بينفعش نخلي اي حاجة ليها علاقة بكمية او العدد زي ما هي بتتغير لدو تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه نادر نو با دو بواسون نزلنا نادر زي ما هو اللي هو السوجي الفاعل والفرب اللي هو مونج يأكل حطينا قبل نو وبعده وبع. وكلمة جو اللي بتعبر عن الكمية بقت دو أصبحت دو وبواسون تنزل زي ما هي النيجاتيف لسه مخلص في لسه باقي تاني ليه في فيديو تاني وفي نهاية الفيديو أحب أقول لكم مرسي بوكو إيه